يوم الأربعاء 17 كانون الثاني يناير. اليوم القمر موجود بهاللحظات بعده موجود ببرج الجدي وبينتقل لبرج الدلو بتمام الساعة 10:30 صباحا بتوقيت بيروت. فرح نشتغل على أساس اليوم القمر موجود ببرج الدلو ورح يبقى 3 أيام الأربعاء الخميس والجمعة. كيف رح بتكون أبراجنا اليوم؟ ببلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل مع وجود القمر ببرج الدلو ابتداء الساعة 10:30 صباحا بتوقيت بيروت بتصير الأجواء خفيفة حلوة مهضومة وبصير في عندك نوع من انفراج وبترجع البسمة لوجهك وتختفي كل هالقلق والمعاناة كنت عم بتعاني منها في اليومين السابقين وبترجع بتكون المواليد الأوفر حظا نسبيا مواليد أدار مارس 29 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لك اليوم مولود برج الثور حاول تخلص شغلك إذا أمكن قبل 10:30 صباحا بتوقيت بيروت. من بعدها مولود برج الثور أنت أمام مسؤولية ورح تستمر بشكل واضح وملموس 3 أيام بتحس خلالها وكأنه مولود برج الثور هو تحت الأضواء وكأنه اختفت كل العالم. ابتداء من اليوم مولود برج الثور أنت فعلا تحت الأضواء وما بقى في حدا إلا أنت المسؤول عن أي شيء سواء كنت بالبيت أو بالشغل أو بالمدرسة أو بالجامعة. في مسؤولية واضحة ملقاة على عاتقك وما بتقدر تهملها. هيدا أهم شيء. الأكثر انفعالا 14 15 و16 أيار مايو. كمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء هنالك انفراج كتير حلو عند مولود برج الجوزاء بس لما القمر يوصل على برج الدلو بتمام الساعة 10:30 صباحا توقيت بيروت. عندئذ وفقط عندئذ مولود برج الجوزاء بترجع هالضحكة العفوية بترجع لعندك، هالحركة الحلوة بترجع لمولود برج الجوزاء، وبيرجع مولود برج الجوزاء يشعر بطمأنينة أكثر، مرق عليه تقريباً كل شهر ديسمبر ولحد هلا من شهر كانون الثاني وبعد ما حس حاله إنه هو مرتاح، ابتداء من اليوم مولود برج الجوزاء بتبدأ الأمور عندك بالاشراق وبتبلش مولود برج الجوزاء تدخل بمرحله شوي حلوه احلى من الايام او الاسابيع 2 أو 3 اللي مرقوا. فحط حالك بهالجو. الاوفر حظا راح بتكون اليوم مواليد ايار مايو 16-17 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. كمان مولود برج السرطان بيرتاح مع وجود القمر ببرج الدلو اليوم. المعاناه يلي زعجتك ما خلتك تنام منيح باليومين اللي مرقوا اختفت. اليوم انت تقريبا صرت مرتاح كليا. الجو بيطلب منك شويه دوزن لبعض المسائل اللي تخربطت اللي ومنا ماشي مزبوط مثل ما لازم. كل شيء مطلوب منك ترجع تظبط بعض العلاقات تدوزنها ترتبها تلطفها هالزوايا ترجع تدورهم الندفة وتشوف انه منها لحالها الامور رح ترجع مثل ما كانت. 11 12 و13 تموز يوليو الاكثر حظا. بنتقل لبرج الاسد. بالنسبه لبرج الاسد وجود القمر ببرج الدلو اليوم نوعا ما بيخلق عندك ميول للانفعال. بتحس حالك وانه كل شيء معمول لحتى يزعجك. طبعا هيدا الشيء انت عم تفكر فيه غيرك ما بيقصد يزعجك فبدك تطول بالك لحتى ما تحط حالك بمواقف محرجة انت منك بحاجة لها وانت اللي عم تخترعها عم تختلقها. وبالتالي طول بالك اذا حدا لقيت حدا عم بيتحداك غض النظر واعتبر انه ما بيقصده. خد انه على اساس النوايا سليمة اتجاهك. تبقى المواليد الاكثر توترا اليوم مواليد تموز يوليو. بنتقل لبرج العذراء. بيدخل مولود برج العذراء او بينتقل من مرحله الارتياح وكانك كنت بفاكيشن وبتنتقل الى مرحله الشغل. بلش العمل الجدي بال 2018. بتبلش مواليد برج العذراء تفكر شو بدها تعمل، تبلش بالترتيبات. كان بعدك انت باجازه اخذ تقريبا كل هالاسبوعين الاول اسبوعين بالسنه مرتاح فيهم تقريبا نوعا ما، لكن هلا بلش الامور تاخذ منحى مختلف. بلش الامور عند مولود برج العذراء بتتحدي نتفي وعارف حاله انه هو مقبل على مرحله كثير مهمه لكنها مرحله ايجابيه، فخطط لها، نظم وقتك اليوم وما تتاخر عن الشغل الاساسي. الاوفر حظا 26 ل 28 اب اغسطس 12 13 ايلول سبتمبر. كمل مع برج الميزان.
مولود برج الميزان اليوم نهار بيعطيك حقك، اليوم نهار بتفرح فيه، اليوم نهار تختفي فيه المشاكل، بيعتذروا منك، بتعتذر منهم، بيقبلوا اعتذارك، نهار كتير حلو لحتى تكون قبضاي، لحتى تشد الهمة، لحتى تكون جريء، هذا نهار نوعا ما رح بيساعدك لحتى تخلق جو حلو ببيتك، بمكتبك، وين ما كنت انت، نهار اذا ايجابي وبعد بيتطور بيصير افضل وافضل في اليومين المقبلين. الاوفر حظا نسبيا اليوم هي مواليد سبتمبر. بنتقل لبرج العقرب. بالنسبه لك مولود برج العقرب بدك تشد الهمه لانه الجو بلش يتغير، كنت راكد وماشي ومنطلق بقوه، هلا بتبلش تحس انه وكانه في مطلوب منك تخفف شوي هالاندفاع وتبلش تفكر بمساله يمكن عم تتداخل مع حياتك الشخصية أو العائلية. اليوم في بعض القلق عند مولود برج العقرب يمكن بسبب خارجي يلي هو من بيتك طبعا مش منك أنت، ومطلوب منك أنك تعطيه حقه، هالمسألة الطارئة أعطيها حقها. الأجواء عند مولود برج العقرب بتقلك أنه ما تنرفز، ما تعصب، إذا عائلتك بحاجة لألك عطيهم كل شيء بيريدوا من دعم ومن محبة واهتمام. 11 12 و13 نوفمبر الأكثر حظا، وكون حذر إذا كنت من مواليد 15 ل18 نوفمبر بعد عن المشاكل كليا. بنتقل لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس بلشت الحركة عنده، مولود برج القوس هو من الأبراج اليوم يلي ما بيهدى، من الأبراج اللي عندها أفكار بدها تشارك يعني تحتفل فيها، تطرحها، تسوق لها، تروج لها، أفكارك ذكية بالمدرسة بالشغل، لازم تحكي، لازم توصل للرأي، لكن انتبه ما في لزوم أبدا أنك تفرض الرأي، اطرح الأفكار، اكتب، حضر المشروع، اكتب الخطة اللي بدك تقدمها، ومن لحال الأمور تتبلور. بانتظارك فترة، أنت مقبل على فترة رح بتكون كتير كتير حلوة. الأكثر حظا بعده 16 17 و18 ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي صار ضرورة اليوم انه تبلش تطبق وتنفذ هالخطة اللي حطيتها في اليومين الماضيين. اليوم مولود برج الجدي مطلوب منك انك خاصة تبلش تحط الأسس يلي بدك تمشي عليها، سواء كان نحو مسائل مالية، مسائل دراسية او حتى مهنية. في احتمال انه مولود برج الجدي يسمع خبر له علاقة بفاتورة، أو يمكن أنت بحاجة لبعض الأموال، بعض الدعم المعنوي أو الاجتماعي اليوم بتحصل عليه. المواليد بعتبر أنه عندها ضغوط بعدها موجودة أكثر من غيرها، 25 26 27 ديسمبر. بنتقل لبرج الدلو. لأنه القمر وصل لبرشك، لكن الشمس بعد ما وصلت لبرشك، إلك اليوم مولود برج الدلو، ها أنت على الهمة، يعني وكأنك رح تقطع هالعتبة نحو عتبة جديدة، وفي بوادر وكأنه كانت مغيمة جدا وبلشت الغيوم تختفي، وبكرة بيكون في إشراقة كتير قوية لألك، لكن البداية هي من اليوم، حط قدامك الأسس اللي بدك تمشي عليها. اليوم في انفراج عند بعض مواليد برج الدلو، مش كلكم، عند بعض مواليد برج الدلو في انفراج لمسألة كانت عالقة، اليوم بتفرح فيها، بتنبسط فيها، وبتحتفل فيها. الأوفر حظا نسبيا هي مواليد كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الحوت. بالنسبة لمولود برج الحوت دخلت بفترة تريث. هلا تقريبا رح تمتد حوالي 4 أسابيع. هالمرحلة هي لحتى تستريح فيها، لحتى تعيد تقييم الأمور، مش لحتى تزد حالك وتتسرع، غيرك راكد أنت مش وقت تركض. ابتداء من اليوم مولود برج الحوت مطلوب أنك تاخذ الأمور على الهدى، تفكر فيها. اليوم نهار بخربط لك كل مشاريعك، إذا عامل مشروع اليوم جدول أعمالك اليوم بده يتغير، إذا ما التزمت فيه واشتغلت من كل قلبك ونيتك أنه فعلا تخلص الأمور الموجودة على جدول أعمال، معقولة يخلص نهار ما تكون مخلص. انتبه من خيبة الأمل والتأخير بشكل خاص 2-3 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بانتظار مولود اليوم سنة بعتبرها سنة كتير مهمة، سنة جيدة بتحمل لألك تغييرات العلاقة بمصدر تمويل لألك أو بمصدر تقييم لألك، سواء كانت شهادات أو يمكن ورشات عمل أو يمكن حتى تكريم لألك. بعتبرها سنة كتير مهمة يشتغل عليها، بتقدر توصل إلى نقاط كتير عالية. أيار مايو أيلول سبتمبر كانون الثاني يناير هن أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة. باي باي.
راح نتابع محطاتنا، وانا حرمته اليوم للشيف يعرفنا على اطباقه لانه كنت بتاخذي بالسينما. شيف صباح الخير مره ثانيه. صباح الخير غيدا، صباح الخير لك ولكل المشاهدين. شو عنا اليوم؟ يوم الاربعاء. يوم الاربعاء عندنا سمك صح؟ محضرين سمك. عندي نوعين من السمك، عندي سمك غبص وايضا في عندي سمكه مسقار، سمكه حبه كبيره. انا امبارح خبرت غيدا المشاهدين انه حضروا سمكه لحتى نفتح لها ظهرها ونحشيها حشية طرابلسية، لكن هيك بدي أقول لكل المشاهدين ما تنسوا الورقة والقلم لحتى أعطيكم كل المقادير لليوم خلال فقرات رشة ملح. أكيد نحن رح نتابع معك اليوم تباعا أكيد بعالم صباح لحظات، وبتكون معنا روى مع ضيفتها على ساحة السلامة. خليكن معنا.